أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة خداع الشطرنج، الطريق المختصر للفوز. السلسلة دي عبارة عن تجميع للخدع والأفخاخ ومصممة علشان تكون مرشدك للفوز السريع في الشطرنج، عادة خلال أول 10 نقلات، بشرط إن خصمك يضل طريقه ويدخل في الطريق الخطأ. السلسلة دي لها 3 أهداف رئيسية: أولا بترشدك لطريقة سريعة للفوز، ثانيا بتحصنك من الوقوع في نفس الأخطاء، وثالثا بتعرفك بمختلف الافتتاحيات، لأنك في النهاية هيكون لديك سجل جديد مختصر للافتتاحيات تقدر إنك تستخدمه في المسابقات. الخدع والأفخاخ اللي في السلسلة دي مقسمة حسب الافتتاحيات: أولا افتتاحيات بدء الملك اللي بيلعب فيها الأبيض النقلة الأولى E4، وبعد كده بنخش في مختلف الفروع حسب رد الأسود. بالقسم الثاني وهو افتتاحيات بدء الوزير اللي بيبدأ فيها الأبيض بالD4، وأخيرا في فيديوهات لافتتاحيات غير منتظمة. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 6، وهنشوف فيه هجوم الكبد المقلي الجزء الأول. هجوم الكبد المقلي هو أحد تفريعات دفاع الفرسين اللي بيبدأ بـ E4، E5، نايت F3، نايت C6، بيشوب C4، وهنا بيلعب الأسود نايت F6، وكده نبقى وصلنا لدفاع الفرسين. لو الأسود ملعبش النايت F6 ولعب نقلة زي بيشوب C5، ده بنكون وصلنا للطابق الهادي، لكن دفاع الفرسين بيلعب الأسود نايت F6. ودلوقتي الأبيض عنده نقلتين، النقلة المشهورة D4، ودي بتدخل في الهجوم المثير واسمه ماكس لانج، والنقلة اللي احنا هنشوفها وهي نايت G5، ودي اللي بتدخلنا في هجوم الكبد المقلي. والحقيقة الاسم ده له قصة، لأن اللي لعب هذه النقلة وحللها كان لاعب إيطالي في القرن 16 واسمه فيجاتيلو، وفيجاتيلو بالإيطالي معناها الكبد، ومن هنا جت الترجمة كأن هذا الهجوم اللي هيحصل فيه تضحية بالحصان زي قطعة من الكبد بتستخدم كطعم لاستدراج الفريسة. على أي حال الأبيض لما بيلعب نايت جي فايف بيبقى طالب إن هو ياخد بيدق الإف 7 بمعاونة الفيل، ودلوقتي الأسود لازم يدافع عن هذا البيدق، والدفاع الوحيد للأسود هو إن يلعب جي فايف ويقفل الوتر على الفيل. وهنا الأبيض بيلعب E takes D5 والأسود بيكمل Knight takes D5، ودي النقلة اللي هتكون محور حديثنا في هذا الفيديو. أولا لازم نعرف إن النقلة دي نقلة ضعيفة وهتدخلنا في العديد من التفريعات، إنما في كل هذه التفريعات الأبيض هيخرج منها بتفوق أو فوز واضح وصريح. وقبل ما نخش في تحليلات هذه النقلة عاوزين نقول ان دي مش افضل نقلة، وان الاسود عنده نقلة احسن وهي نايت A5 عاوز الفيل، والابيض بيكمل بيشوب B5 تشيك C6 DC6 BC6، وهنا الابيض بيتراجع الى E2، والابيض رغم انه معاه بيدق لكن الاسود عنده مساحة في الوسط والفرص متساوية بين الجانبين. ولكن على أي حال فخ هجوم الكبد المقلي بيجي من إصرار الأسود على إنه ياخد البيدق ويلعب نايت تيكس D5، وهنا الأسود بيراهن على إن الأبيض مش هيوصل للحل الصحيح، لأن التفريعات زي ما هنشوفها دلوقتي متشابكة وطويلة، ولكن لو الأبيض دارس لهذا الموقف هيوصل لبر الأمان. هذا الموقف تم تحليله ووجدوا إن أفضل نقلة للأبيض في هذا الموقف هي D4. على أي حال الأبيض لو ملعبش D4 وضحى فورا على المربع F7 ولعب نايت تيكس F7 بشوكة للوزير والرخ، الأسود مجبر إن ياخد الحصان كينج تيكس F7، والأبيض بيكمل كوين F3 تشيك كش للملك وعاوز الحصان كينج E6 بيحمي الحصان نايت C3 عاوز الحصان وبيستغل انه مربوط على الملك، وهنا الاسود بيلعب نايت سي بي 4، والاسود بنفسه بيعمل هجوم مضاد
أولاً بيخلي مربع C6 علشان يلعب C6 ويحمي الحصان، وفي نفس الوقت بيحمي حصان D5، وفي نفس الوقت بيهدد إن ياخد على مربع C2 بشوكة للملك والرخ، والأبيض بيخش في صراع طويل من أجل إن يحصل على التفوق لأنه حالياً خسران قطعة أمام بيضاء. لكن إحنا في الفيديو ده هنحلل D4، ودي بالتأكيد أفضل نقلة، والنقلة دي بتنشئ فرص جيدة للأبيض عشان يضحي على الـ F7، وتقديم البيضة إلى D4 معروف باسم هجوم لولي على اسم اللاعب الإيطالي جيان باتيستا لولي اللي كتب عن هذه النقلة من أكثر من 250 سنة، ولكن اسم لولي انتهى واستمر هذا الفخ باسم هجوم الكبد المقلي. وإحنا عشان ندرس هجوم الكبد المقلي هنستعين بأدوار لعبها فيشر سنة 64 في جولة عملها في الولايات المتحدة، وكان بيلعب مع أكتر من واحد في نفس الوقت، واختار إن يلعب هجوم الكبد المقلي، ووصل أكتر من مرة لهذا الموقف، والأسود رد عليه بأكتر من رد. وإحنا بتحليلنا الأدوار فيشر هنقدر نعرف مختلف التفريعات لهذا الموقف، وفي نفس الوقت هنستمتع بنقلات فيشر الساحرة وتضحياته المذهلة. دلوقتي الأسود عنده أكتر من نقلة عشان يرد على D4. النقلة اللي لعبها في هذا الدور وهي E takes D4، لكن لو ملعبش النقلة دهيت عنده أربع نقلات تانية. أول نقلة Knight takes D4، وممكن يلعب Bishop E7 ويطلب الحصان، وممكن يلعب F6 ويطلب الحصان برضه. والتلات نقلات الفرعية دي هنحللهم مع النقلة الرئيسية وهي E takes D4، وفي الفيديو القادم هنحلل النقلة Bishop B4 check، ودي بتمثل أحد النقلات المرشحة للأسود في هذا الموقف. ونبدأ أولا بالنقلة Knight takes D4، واتلعبت في أحد أدوار فيشر، وفيشر رد C3، ولازم الحصان يتحرك والأبيض بيفوز بقطعة، ولذلك النقلة دي نقلة سيئة وبنستبعدها. النقلة التانية اللي هنشوفها هي الـ F6، وهنا الأبيض مش بيدافع عن الحصان، إنما بيلعب D takes E5، ودي نقلة قوية. الأبيض بيسيب حصان G5، إنما في نفس الوقت بيفتح عمود G وبيبقى طالب حصان D5 الأسود، وبيكمل الدور Knight takes E5. إذا الأسود ملعبش Knight takes E5 ولعب مكانها F takes G5، هيكمل Bishop takes D5 Knight takes E5 كسل، والأبيض أفضل كثيرا ومأمن ملكه، بينما ملك الأسود في المنتصف ومعرض للخطورة، والأبيض بيهدد بروك E1 وفرصه أكبر في الفوز. ولذلك في الموقف ده الأسود بيكمل Knight takes E5 عاوز الفيل، Bishop takes D5، F takes G5. برضو الأسود في أحد أدوار فيشر ملعبش F takes G5 ولعب مكانها C6 عاوز الفيل، وفيشر كمل Knight E6 عاوز الوزير، Queen A5 check، Bishop D2. وهنا الأسود اكتشف إن لو أخد الفيل فيشر هيكمل Knight C7 بشوكة ملكية للملك والوزير، وفيشر هيفوز، ولذلك لعب Queen B6 وفيشر تفوق بقطعة وفاز. ولذلك في دور لفيشر تاني الأسود كمل F takes G5، وفيشر لعب كسل Bishop D7 روك E1 Queen F6، وهنا فيشر لعب Queen H5 check، والملك لو اتحرك لأي مربع أسود هيلعب Bishop takes G5 ويربط الوزير على الملك ويفوز. وإذا الأسود لعب G6 هيكمل فيشر Queen takes G5 عاوز الوزير، Queen takes G5 Bishop takes G5 وحيفوز بالحصان وحيفوز. ولذلك في الموقف ده الأسود كمل Queen G6 وفيشر كمل Rook takes E5 check وفاز بقطعة وفاز بالدور. ونرجع تاني للموقف الرئيسي، وباقي لنا تحليل النقلة الأخيرة اللي اتلعبت في أدوار فيشر وهي Bishop E7. الأسود طالب الحصان، وهنا فيشر كمل Knight takes F7 بشوكة للوزير والرخ، والأسود إجباري ياخد الحصان، King takes F7 Queen F3 check، كش للملك وعاوز الحصان،
كينج اي 6 بيحمي الحصان، نايت سي 3 بيضغط على الحصان المربوط على الملك، بيشوب بي 4 بيربط الحصان الابيض، لكن ده ما منعش فيشر ان يلعب بيشوب تيكس دي 5 تشيك، والاسود رد كينج دي 6. الاسود طبعا ما يقدرش ياخد الفيل كوين تيكس دي 5، عشان الابيض هيلعب ببساطه كوين تيكس دي 5 تشيك. وصحيح يعتبر الوزير مش محمي عشان الحصان مربوط، لكن الملك الاسود ما يقدرش ياخد الوزير، والا تبقى نقله غير قانونيه. ولذلك في الموقف ده الاسود كمل كينج دي 6، ودلوقتي فيشر اصبح متفوق ببيدق، وكمل الدور بيشوب تيكس سي 6 بيشوب تيكس سي 3 تشيك بي سي 3 بي سي 6. وهنا في احد الادوار فيشر كمل كسل وفاز، وفي دور تاني لعب بيشوب اي 3 تشيك وفاز ايضا. لكن لمجرد الفائده هنكمل في تحليل الدور اللي فيشر لعب فيه كسل وكمل بيشوب اي 6، وهنا فيشر لعب دي تيكس اي 5 تشيك. ودلوقتي الملك الاسود لو راح للاي 7 فيشر هيلعب بيشوب جي 5 تشيك وهيفوز بالوزير. ولذلك في الدور الملك راح للدي 7 وفيشر كمل روك دي 1 تشيك، كشر الملك ووراء الوزير، والاسود رد بيشوب دي 5، وفيشر هنا لعب سي 4 وفاز بقطعه وفاز بالدور. وبكده نكون خلصنا تحليل النقله بيشوب اي 7. ونرجع تاني للموقف الرئيسي اللي لعب فيه الاسود اي تيكس دي 4. والموقف ده تحليلاته شيقه ومثيره، وفي نقله اعتبرها المراقبون من افضل النقلات، ولكن استاذنكم في اننا نكمل هذا التحليل في الجزء الثاني من هذا الفيديو.